ومعنا عبر الهاتف الأستاذة هبة عبد العزيز، الباحثة في شؤون المرأة والمجتمع. أستاذة هبة، المرأة حققت العديد من المكاسب خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن تحلم بها من قبل. يعني هل لك أن تحدثين عن أهمية هذه المكاسب بالنسبة للمرأة المصرية؟ طبعا يعني الحقيقة المرأة المصرية يمكن يعني بتعيش فترة فعلا من أزهى فترات يعني تاريخها على 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 مر تاريخها كله. يعني خلينا لو هنبتدي بالإنجاز على المستوى السياسي، هنلاقي الحقيقة إنه يعني عندنا نسبة تمثيل بسقف 26%، والحقيقة لأول مرة ده بيحصل. عندنا تمثيل في القضاء، يعني يمكن المرأة كمان لأول مرة بتعطي مناصب في القضاء. يعني كانت حكرة على الرجال في سنوات سابقة كتير قبل كده، وفي حقب سابقة وحكومات سابقة. بنلاقي أيضا أنه عندنا الحقيقة يعني 8 وزيرات، ومش وزارات عادية، يعني عندنا وزارات هامة جدا زي وزارة الصحة، وزارة الاستثمار، يعني المستشار الأمن القومي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي امرأة أيضا. الحقيقة المرأة يعني تقلدت مناصب مهمة جدا ومناصب رفيعة ومناصب قيادية، يعني لأول مرة، يعني سواء لأول مرة بتعتليها أو حتى الكم اللي احنا شايفينه. ده من ناحية التمثيل السياسي طبعا. نعم. شايفين أيضا في يعني عدد كبير جدا من المشاريع وأيضا من المبادرات الخاصة بالشأن الاجتماعي، أو لو هنتكلم عن الشأن الاجتماعي وأيضا التشريعات والقوانين. يعني هنلاقي في مبادرة زي مبادرة 100 مليون صحة لصحة المرأة المصرية. في ايضا كان عندنا كمان مبادره حياه كريمه. حياه كريمه يمكن مش موجهه فقط للمراه، ولكن يعني المستفيد الاكبر منها هو المراه، وتحديدا يعني المراه المعيله و يعني الفئات الاكثر فقرا والاكثر احتياجا. شفنا كمان، انا اريد ان اسالك يا استاذه هبه يعني عن هذا الاهتمام بالمراه وبحقوق المراه في عهد الرئيس السيسي، ماذا يمثل للمرأة ويعني من تمكين المرأة من الحصول على حقوقها في المجتمع المصري بعد أن تأخر هذا كثيرا؟ يعني طبعا حضرتك عارف ان المرأة يعني بتشكل نصف المجتمع، ولكن هي المسؤولة عن تخريج النصف الآخر يعني من المجتمع. فالمرأة تقريبا يعني هي عصب المجتمع. فالاهتمام بالمرأة وحقوق المرأة ده شيء مهم جدا جدا. وزي ما كنت حضرتك لسه بتقول انه يمكن في يعني الكثير من الحقوق اتأخرت كتير، يعني كمان جدا، سواء بقى الحقوق على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي او حتى اجتماعيا وثقافيا. الحقيقه ده مهم جدا جدا، مهم جدا. ليه بقى؟ لانه زي لسه هرجع تاني اللي كنت بقوله من شويه، فكره انه المراه هي اساس المجتمع، هي بالعدد هي بتشكل نصف المجتمع، ولكن هي المسؤوله عن تخريج وتربيه النصف الاخر. فمهم جدا جدا ان هي تحصل على حقوقها كامله، مهم جدا جدا ان احنا نهتم بصحتها، ان احنا نهتم ايضا بتعليمها، لانه كل ما استثمرت في المراه انت بتستثمر كده في مستقبل اجيال قادمه، بتستثمر في مجتمع كامل. فكل ما المراه كانت بتحصل على 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 حقوقها الاساسيه، او حتى بتحصل على الحقوق اللي هي السياسية أو الحقوق الاقتصادية ليها، أو بيبقى في مساومة بينها وبين الرجل، وقصدي هنا المساواة بمعنى العدل يعني، أو العدالة في توزيع الدخل، في المرتبات، في المناصب. كل ده بيصب في الآخر في تنمية في مصلحة المجتمع المجتمع وتطوير ككل. المجتمع. بالظبط بالظبط، وهو ده الحقيقة. يمكن يعني بجد ده يمكن اكتر يعني اكتر مكسب يعني المرأة المصرية، او فعلا اكتر مكسب احنا كسبناه خلال الفترة اللي فاتت دي، فكرة انه احنا بناخد الحقوق دي مش علشان يعني فكرة بس مجرد المساواة والعدالة، ولكن علشان الاستثمار في مستقبل المجتمع ككل. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذة هبة عبد العزيز، الباحثة في شؤون المرأة والمجتمع.